لابد في مثل هذه الظروف وفي غيرها أن يلتزم الإنسان طاعة ولي الأمر. ولاة الأمر علماء وأمراء، فطاعتهم من طاعة الله ورسوله، ولذلك الله جل وعلا يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم حتى تنتظم أمورنا. أما إذا تركنا الأمر وكل يأخذ برأيه وكل يرى رأيه، ستحصل عندنا الفوضى، ولن تنتظم لنا الأمور، ولن يحصل لنا من الخير ما أرشدنا إليه ربنا جل وعلا. ومن ذلك ما يصدر من ولاة الأمر من توجيهات ينبغي أن تحمل محمل الجد، ينبغي أن نلتزم بها جميعا، كبار، رجال، نساء، أطفال، وافد، مقيم، إلى غير ذلك. يا أخوان التزموا بهذا، فإن الله جل وعلا سيجعل لكم خيرا، ومن يتق الله، ومن تقوى الله أن نطيع ولاة الأمر في هذه الأمور.